مساء الخير. بهذا الفيديو بدنا نحكي كيف نبرمج تليفون XT23G. اول اشي حدخل على الاي بي تبع جهاز ال XT23G، اليوزر نيم ادمن، الباسورد سمول XONTEL كله سمول. ثاني اشي بدنا على التليفون زي ما احنا شايفين، بدنا نبرمج رقم داخلي على التليفون. اول اشي بالبرايمري سيب سيرفر هنحط اي بي البدالي تبع بدالة الزونتل، الليبل لو بدي اسم معين يطلع على التليفون كليبل، ممكن رقم ممكن اسم زي ما بتحب. 628 628. بالنسبة للباسورد هاي الباراميترز تكون نفس اللي انت مبرمجها بالاكستنشنز، وتعمل ماتشنج. نيم نتركه فاضي. الفويس ميل يوزر اي دي هنحطه حسب الفويس ميل فيتشر كود الموجود على البدالة. بدالة الزونتل بحالتنا هنحط نجم 2. طبعا من الملاحظات المهمة تنتبه انه الترانسبورت يكون نفس البروتوكول اللي انت مبرمجه على الاكستنشن اللي بدك تفعله على الجهاز. فاحنا بحالتنا يو دي بي، هنعمل سيف زي ما احنا شايفين ريجسترد. بادفانسد اذا انا حابب اعمل سبيد دايل على التليفون، يعني فرضا انا الاكستنشن الداخلي 6.2.8، بدي اتصل على الرقم والتليفون يبعث المكالمة بدون ما اضغط سند او علامة المربع، يعني ما اضغط 601 مربع عشان اتصل سبيد دايل. لا، انا بدي اتصل على الرقم مثلا 600 والمكالمة تروح دايركت. بهاي الحالة لازم نعمل هيك ونشوف هذا الرمز. هذا الرمز معناته اور. بعد هيك هنعمل 6XX بعدين OR 9 1. أنا ليش عملت 9 1؟ لأنه بحالتي بالبدالة أنا عامل 9 عشان أسحب الرقم الخارجي، فحضغط 9 بعدين الأرقام اللي هي 1 8 اللي هي 7 ديجيت. هنلاقي هون 1 XXX XXX، كل اجت ديجيت عبارة عن كل اكس سوري عبارة عن ديجيت من 0 ل 9. يعني مثلا انا ضغط 1 8 0 0 0 5، دايركت المكالمة حتروح لما اضغط 9 1 بعدين رقم الهوت لاين. نفس الشيء لازم نعمل اور لارقام الموبايلات 9 عشان انا بستخدم 9 للرقم الخارجي. في حالة انا عملت دايركت الاتصال بدون ما استخدم 9 لسحب الرقم الخارجي، هشيل 9 وحتكون بهي الطريقة. بالنسبة للموبايلات 9 بعدين 9 لأرقام زين، فاصلة 6 ريدو، فاصلة 5 فيدا، فاصلة 2 اللي هي الأرقام الأرضية اللاند لاينز. بدل ما أعيدها 4 مرات أنا اختصرت هاي الخطوة الـ4 خطوات بخطوة واحدة. يعني إذا ضغطت 9 9 أو 9 5 6 أو 9 5 أو 9 2، طبعا لازم نحط 7 إكسات لأنه زي ما احنا عارفين الأرقام هاي 8 ديجيتس، أما الهوت لاين 7 ديجيتس، فواحد 2 3 4 5 6 7. بعمل سيف. هذا بالنسبة للأكاونت. ممكن زي ما احنا شايفين لو انا حابب اضيف حساب تاني برقم تاني ومن بدالة تانية، عندي الامكانية، عندي 4 accounts. يعني مثلا عندنا من هون بتصل على البدالة، ممكن لو انا عندي
اتصل عبدا عن طريق البابليك اي بي، ممكن بحط البابليك اي بي واليوزر نيم والباسورد والبراميترز الخاصة بهاي البدالة للإكستنشن اللي أنا بدي أبرمجه. عندي الإمكانية أبرمج أربع أرقام داخلية بنفس الوقت. هلأ لو تركته disabled الفور لاينز على الإكستنشن حيكونوا 628، بحيث لو سويت line button number 1 hold لمكالمة، لو رحت على line number 2 تلقائيا بقدر استخدم الرقم الداخلي 628. يعني لو ما برمجت accounts على account 2, 3, 4 كل accounts حيكونوا بالرقم الداخلي 628 إلا لو برمجته. بالنسبة للنتورك ممكن التليفون نحطه DHCP static IP address، بس احنا يفضل انه نبرمج اي تليفون IP phone على static IP address، لانه ممكن اغير الراوتر ويكون الراوتر على subnet الثاني. فال DHCP حيعطي IP address للتليفون بالرينج اللي موجود على الراوتر، وممكن يكون مختلف على البدالة، فيفضل احنا نعمل static IP address للتليفون. بالنسبة للنتورك اذا حابين نشغل XT23 expansion module حروح على PC port، اختار connect to expansion module واعمل save، بس هاي الخطوة حتتطلب reboot فما حنعملها هلا. function keys، في عندي بروجرام كيز كي 1 ممكن اعملها كبي ال اف فويس ميل. بي ال اف معناها بيزي لامب فيلد، لو فرضا انا عملتها على الاكستنشن 606 لو عملت هاي الخطوه ممكن انا من التليفون اعرف إذا الـ extension 606 بيعمل مكالمة داخلية أو idle يعني وضع الاستقرار. إذا كان التليفون ما بتكلم أي مكالمة حتلاقي البوتون باللون الأخضر، أما إذا كان الـ extension 606 بتكلم مكالمة أو استقبل مكالمة حتلاقي البوتون صار باللون الأحمر، يعني اللون الأحمر مشغول اللون الأخضر متاح. نفس الخطوات بالنسبة للـ expansion module، ولكن زي ما احنا شفنا بالنتورك بي سي بورت لازم اتاكد انه انا بي سي بورت عاملها connect to expansion module، بعمل سيف اوكي وهيك التليفون حيعمل ريبوت، وبقدر اعمل برمجه للاكسبانشن موديولز بوتون. زي ما احنا عارفين XT23G expansion module ممكن نتبرمج عليه 40 بوتون بالطريقة اللي بتناسبك، وممكن تغيرها طبعا. ممكن أكثر من expansion بنفس الوقت تشبكهم على التليفون. طبعا الأبلينك عن طريق Cat 6 كابل حيكون شابك على البي سي بورت عشان نقدر نفعل الإكسبانشن موديول، لأنه عندك أبلينك وداونلينك على الإكسبانشن موديول. فأبلينك حتستخدم للربط مع البي سي بورت. لو ركبت إكسبانشن موديول تاني على التليفون، الأبلينك للإكسبانشن موديول التاني حيكون واصل على الداونلينك للإكسبانشن موديول الأول، ونفس الفكرة لو ركبت واحد ثالث، الأبلينك على الإكسبانشن موديول حيكون واصل على الداونلينك للإكسبانشن موديول الثاني، والأب داونلينك للإكسبانشن موديول الثالث حيكون شابك على الأبلينك للإكسبانشن موديول الرابع بهاي الطريقة. وهيك بنكون شرحنا كيف أبرمج التليفون XT23G وأعمل سبيد ديال مع بدلت الزونت الـ XT60 وزونت الـ XT120. شكراً.